يوم القيامة بعدين، وتكلم عن مأواهم. القسم الأول سماهم المؤمنين، والقسم الثاني سماهم المجرمين، نوعين. بعدين ذكر لكل نوع منهم المأوى بتاعه شنو. بعدين المؤمنون مأواهم الجنة، والمجرمين مأواهم جهنم. بعدين في نفس الآيات دي وضح لنا السبب الذي أدخل المؤمنين الجنة، والسبب الذي أدخل المجرمين النار. شنو أنت تعرف لما تقرأ القرآن تتأمل في أشياء زي دي؟ سبحان الله، القرآن ربنا قال عنه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية. مثانية يعني شنو؟ يعني بذكر لك الجانبين. إذا ذكر جانب الجنة يذكر النار، ذكر المؤمنين يذكر الكافرين، يعني كده الجانبين الاثنين، ذكر النعيم يذكر العذاب. طيب، فسبحان الله الآيات دي بتلخص لك الموضوع كله. مؤمنين بخشوا الجنة، خشوا ليه؟ وراك. الكفار المجرمين بيخشوا جهنم، دخلوا ليه؟ ورانا. طيب، ربنا قال: الأخلاء يومئذ، يومئذ ده يوم القيامة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. طيب، الأخلاء طبعا الخلة دي هي صداقة، لكن دي صداقة عالية، أعلى الصداقة، زول اللي بيكون رفيقك شديد وبتسمع كلامه. لاحظ، انتبه لحتة بتسمع كلامه دي، لأنه ده هو اللي ورطك. ها، الإنسان إذا تورط ورطك النوع اللي بتسمع كلامه أنت ده. عشان كده قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، بدور شكل بيناتهم. ولا الإنسان اللي يتورط بعدين حيندم. ربنا قال: يوم يعض الظالم على يديه. لاحظ انت لما تندم زول بيعضي اصبعه، كويس؟ زول بيعضي اصبعه، ده في الندم. لكن ده شدة ما ندمان، الله ما قال بيعضي اصبعه، قال بيعضي يده كلها. ومش راحت يده، يده كلها. يوم يعض الظالم على يديه، ليه؟ ماله ندمان ليش نو؟ قال: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ريتني لو كان باريت النبي. طيب، والمشكلة وين؟ قال: يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا. وشوف في القرآن ربنا جاب فلان، فلان دي مفتوحة، بس تخذ الزول الدقة فوق المقلب، فلان أي زول، لأنه الناس دي ما ضلهم زول واحد، كلهم ما ضللهم واحد، كتار. في واحد ضللوا بيجاي، وده بهناك، وده جاو، وبطرق كثيرة. يعني زول بيضللك بكفريات، بشركيات، زول بيجيك بالمعاصي إلى آخره. فلان مفتوحة، ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. ليه؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعشان كده ربنا قال: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الناس طبعا بيصيبهم حزن يوم القيامة شديد، لأنه زول ما راحت عليه الفرصة، الجنة راحت عليه. لما يتألموا شديد ربنا سبحانه وتعالى بينادي في العباد، يقول: يا عبادي
لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. النداء ده لما يسمعوه كل العباد بيفرحوا، حتى الكفار ذاته. ما هو ربنا قال يا عبادي، خلاص كلهم يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. طوالي بيستبشروا خير، لكن تجي الآية البعدية طوالي بتحبط المجارمة. الآية البعدية طوالي ربنا قال الذين آمنوا بآياتنا، خلاص ذلك مرقوا كلهم، كل كافر مشرك مرق برا، يهودي طلع برا، نصراني طلع برا. قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، بس يخش المسلم بعد تاني في الرحمة وكده، زي ما ربنا لما نزل الآية ورحمتي وسعت كل شيء. الآيات دي العلماء قالوا نزلت متدرجة، ورحمتي وسعت كل شيء. قالوا الكفار يهود ونصارى وإبليس ذاته تكيف مع رحمتي وسعت كل شيء، خلاص قال بخش في رحمة الله. فنزل الآية اللي بعدها فسأكتبها للذين يتقون، إبليس مرق، فسأكتبها للذين يتقون. لكن اليهود والنصارى قالوا نحن برضو متقين لسه. بعدية طوالي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، خلاص اليهود برا، نصارى برا، ما يبقى إلا المسلم. عشان كده النداء هناك في الآية دي قال الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ديل اللي بيدخلوا في البشرى والرحمة. كويس، ربنا قال ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. يطاف عليهم، داري أوريك كمان النعيم بتاعنا عامل كيف. يطاف عليهم بصحاف، الصحاف جمع صحيفة، الصحيفة يعني صحن، إنهم صحانة بيأكلوا منها، بصحاف من ذهب وأكواب. الكوب زي الكباية، ما عنده خرطوم قدوم بقدام، ما عنده زي الإبريق، ما عنده ولا عنده يد. كويس، عندهم صحاف بيجي لافين بيه عليهم غلمان، غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، بيجوا شايلين عليهم بصحاف من ذهب وأكواب. قال وفيها، شوف بيوصف لك من الصحن عامل كيف، لأنه مرات بيكون الأكل سمح لكن الصحن شين. في الدنيا دي مرات بيكون في محل أكلهم سمح لكن يجيبوا لك في صحن شين جدا، بتفل نفسياتك ذاته. لا لا، هنا بوصف لك من الصحن، قال بصحاف من ذهب وأكواب، الأكواب بالشراب طبعا. قال وفيها جوا ليه ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. لاحظ الأكل ده وصفه لك من نواحي كثيرة جدا. أول حاجة شكله جميل، طب أنت عاين، ما قال لك وتلذ الأعين، المنظر جميل. بعدين قال تشتهيه الأنفس، تشتهيه بجد، تشتهيه ريحته سمحة وطعمه سمح، وشكله سمح، وجايبينه لك في صحن بتاع ذهب. يعني تخيل ده نعيم مبالغة، لأنه مرات في الدنيا دي هنا ممكن تشم ريحة الأكل من بعيد يعجبك، لما تشم ريحته كده لما تتكيف، أول ما يجيبوه تدخل يدك فيه وتلقاه ملحه كثير، ما تامي نعيم الدنيا، ما بتلقى تامي. يعني ممكن تلقى شكله سمح وصحن وظريف، بعد ما تاكله بيسوي لك مغص، نعيم الدنيا ما كنت تامي. وممكن تلقى ما في مش ولا يعمل لك مغص، مزبوط تشبع تمام وتشرب لك وراه حاجه وتمرق، لكن بكره تكسر ما بتلقاه، ما بتاع دنيا، ناقص، اما ناقص في طعمه، اما ناقص في شكله، اما ناقص في لونه، لكن حق الاخره لا. ربنا قال لا مقطوعه ولا ممنوعه، يعني ما بيكمل براو، انت كده تقعد يكمل منك تكوسه وينه كده يجيب زياده، ما في، لا لا دي ما في. ولا ممنوعه
يعني ما في زول بيلقاك بتاكل بيقول لك قوم كفاك انت لبتين بتاكل، ما في زول بيزالك. صحافي قال وفيها ما تشتهي الانفس. انت عارف الوجبه الواحده جاء في الاثر نقله ابن كثير، وجبه واحده في يوم واحد بتتكون من 300 صحن. كنت قادر تتخيل معي؟ وهنا صحن فول بيكونوا قاعدين فيه 8. الوجبة تتكون من 300 صحن. دي حقتك براك. بعدين الصحن الواحد أي صحن لونه براو وطعمه براو. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشبه طعمها بعضا. الطعم ده ها اي واحد طعمه براو واي واحد لونه براو. كده انت هسه في الدنيا دي بتلقى شغل زي ده؟ كده لو هنا الالوان بس ان شاء الله تجيبها من بتاعنا البوماستيك ديل تقدر تجيب لك 300 لون تلقاه وين ذاته دي 300. وبعدين بياكلها قال لا تخف شهوته. يعني الصحن الاول والصحن الميتين 299 واحد زي البدايه. الستة ما بتبدا بهجوم ما زي بعدين في النهايه في الفول حقنا الفته دي الهجوم اللي بتبدا به ما زي اللي بعدين لما تقرب. الواحد بيقول لك ماله الفته دي مسخت، هي ما مسخت تشبعتها كويس. لكن سبحان الله يا اخوانا الشغل ده بعدين فيه متعه عجيبه جدا. كلها تاكل واحد بشهوه واحده لحد ما تنتهي ومعاه 300 شراب تشربين كلهن ال 300 دي. يعني لا بيجيك سوء هضم ولا في اي حاجه ولا بتفتر من الحمام، ما في حمام ذاته. تضرب الشغل ده بمشوير الله اعلم. كويس يا اخي ده شغل عجيب يا اخي. قال يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ الاعين. مش كده بس، وانتم فيها خالدون. يعني الشغل ده مستمر، ما تقول لي لبتين هذول بيضرب كده طوالي بس طوالي. وانتم فيها خالدون، ما في مرقم قاعد بس. كويس. قال بعدية ورانا دخلوا ليه هنا، دخلوا مجنة شنو؟ قال تلك الجنة التي أورثتموها. في ورثة، الورثة دي ما قطعة طريق. الورثة دي أي زول عنده مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار، أي زول. كويس. بعدين المؤمن بيشيل المقعدين حقه وحق واحد كافر. كويس. والكافر بيشيل مقعدين، المقعد حقه بتاع جهنم واحد حق واحد مؤمن. عشان كده قال تلكم الجنة التي أورثتموها. المسلم بيرث الكافر في الجنة هناك، والكافر كمان بيرثك بغادي في جهنم. لكن لاحظ قال أورثتموها بما كنتم تعملون. في عمل صحيح الجنة زول بيدخلها بالرحمة يا اخوانا، زول بيدخلها برحمة الله. لكن رحمة الله دي تبتنالها كيف؟ تنالها بالعمل. انت بتعمل شان تنال رحمة الله، ما تبقى نوع الجمال بيقول لك يا مولانا الجنة دي بخشها بالرحمة، خلينا ناخذ راحتنا. تلقى مشى الحفلة ومن الحفلة مشى الحولية وجاي الشغلة كلها. لا 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 لا، رحمة الله دي انت شان تنالها تنالها بالعمل. ربنا قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمنو؟ للذين يتقون اللي بيخاف الله المتقي المؤمن، ده اللي ربنا بيكتب له الرحمة. يلا شوف ده انتهى على كده طوالي، بدأ لك النوع الثاني. قال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. كمان دي المشكلة بغالي، في عذاب جهنم خالدون. قال لا يفتر عنهم. يفتر يقول لك كده ادينا فترة، فترة طراحة ما في. لا يفتر عنهم، ما بكون على مراحل،
لا طوالي. بيجي داخل عليهم مرات هواء بارد، بارد شديد، اسمه الزمهرير. وده طبعا عذاب، انت قال له بريحهم شويه، ده عذاب. هواء بارد جدا كويس، قاعدين لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. المبلس ده اليائس، ما في حلل، يسوي شنو يعني؟ امره كيف؟ ما في طريقه. قال وهم فيه مبلسون ونادوا يا مالك وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. لاحظ، وده السبب، خلينا بجي لك في النهايه ده، نمشي للنداء بتاعهم. قال ونادوا يا مالك، مالك ده الخازن بتاع النار، اسمه مالك، يا مالك بنادوا. ابن كثير جاب اثر قال بنادوا 1000 سنة، يا مالك يا مالك 1000 سنة. بالله عليك الله، بعد ما ال1000 سنة دي تمت، لو مالك ده مرقهم منا استفادوا حاجة؟ والله لو مرقهم خسرانين. لكن لاحظ حيقول لهم شنو بعد ال1000 سنة؟ قال إنكم ماكثون. وريته كم ما جاوبهم بالنسبة لهم، كم ما جاوبهم كان خير ذاته. قال إنكم ماكثون. ليه؟ السبب قال لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. الناس ما بتدور الحق. يعني هسه الكلام اتكلم فيه شيخ نورين ده قبل في الخطبة، لو جيت وقلت له واحد ببساطة، قلت له يا أخي أنت مش خلقك الله؟ أي خلقني الله. في الشدائد بتنادي الله اللي خلقك ولا بتنادي واحد تاني؟ ولك يا مولانا أنت عندك رأي في الأولياء ولا شنو؟ يا خليك من رأي أنا، أنت الله اللي خلقك قال لك ناديني، أنت اللي ودك تنادي واحد تاني شنو؟ ما بدوروا الحق. شوف الحق ده ما بدوروا، الدنيا دي إلا من رحم الله، الحق ده ما بدوره كله كله. الواحد بس داير تمشي من مزاجه، حتى هسه يدق لك واحد داير السفتي، ألو يا مولانا أنا عملت كده كده كده، شوف لي فتوى في الموضوع ده عليك الله، ولا داير أعمل كده، هو قفل على الحاجة خلاص وجيه موضوعه تمام كده، شوف لي فتوى عليك الله. تقول له والله ما في أي فتوى، المرض يقول لك أديته 3 طلقات كده، شوف لي طريقة مرقني منها يا زلمة، مرقك كيف؟ تقول له ما في طريقة مرق، يا مولانا يا أخي ما ممكن يا أخي، يقول لك ما كده، شوف لي طريقة يا خارجنا، يقول لك شوف لي حديث ضعيف شوف لي مذهب كده ده بجنبه خارجني، يا أخي خارجك كيف يا أخي؟ أنت ما وردت رقبتك بل قالك طلقة 3 من ذاته، أنت مو ما عارفة من الأول، النسوان ما أصله كده، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لك خلقت من ضلع، والضلع ده أعوج، المرة دي عوجة ما في، ما بتلقى عديلة، عوجة أصلا، قال لك ضلع أعوج، قال إن ذهبت تغيمه ما بتصلح، كده هو معوج بس، تعيش معاه بالعوجة دي بس، تمشي يا جاي كده، كترت عليك الكلام، افتح الباب امرق، تعال راجع بعدين، احتمال تكون الأجواء راقت، تصرف في مواضيع زي دي كده ده، دقت لك تلفون وأنت ما قادر، وعارف نفسك لو رديت لها التلفون بيطلقها، وخلي التلفون في محله، أعمل فيها ما شايفه، صمت التلفون. رسل لها رسالة قول لها في اجتماع، أنت ممكن تكون بتشرب لك فيه شاي، فهمت؟ معك شباب معك شباب كده، قول لها في اجتماع، يعني اجتماع مع الشباب دي أنا قاعد. خلقت من ضلع وضلع أعوج، وكان دار تعدله بتكسره، قال وكسرها طلاقها. أنت بدل تورط رقبتك وطيب الورد كوسك مذهب ضعيف، أنت من الأول أعمل حسابك يا أخي. عشان كده شوف الأمة دي كلها إلا من رحم الله. ربنا قال لك وأكثرهم للحق كارهون، وده اللي دخلهم وين؟ جهنم. عشان كده انت شوف ما تعملك عداوه مع الحق، انت مرات بيبقى حار عليك، مرات الحق ده بيبقى حار عليك، انت ما قادر تنفذه، لكن غايته اقتنع به وفي قلبك ده، واسال ربك يعينك على التطبيق، لكن ما تكره الحق وما تعاديه. واحد هسه تلقى في المساجد، مساجد المسلمين،
وانت بتتكلمون عن التوحيد، وطبعا التوحيد ده محل المشاكل تعرف، عشان كده اخواننا بكثروا فوق الكلام. نورين الليله الخطبه كلها عنه، ومحي الدين طوالي كل مره بدي الناس تمشي، لانه ده محل المشاكل هنا. ده اول ما تديهم الحق طالب علقوا لك ورقه يقول لك ممنوع التحدث في ليه ممنوع؟ السبب شنو؟ يقول لك لا تثير القضايا الخلافيه. طيب انا ما خليناها تثير عشان الناس يتفقوا، يعني اقفلها على كده يتفقوا بتين؟ شفتها؟ ما انت عارف الاوراق المعلقه دي كلها الناس ما دارين الحق، بس ما دارين الحق ده يظهر للناس. عشان كده ربنا قال لك ده السبب ادخلهم جهنم. انت غير تعمل حسابك، والله اعمل حسابك، لانه المساله دي خطيره جدا. تقعد انت بعدين تنادي يا مالك يا مالك ويقول لك اقعد، لا في داعي عشان تستفيد شنو يعني؟ انا داري اعرف النوع الناس الكرهانين الحق ده ليه يعني؟ واحد يقول لك انا زعيم هنا قاعد في البلد دي، الجامع ده بنيته انا. يا اخي انت بنيته لرقبتك ولا للدين؟ بنيت الجامع ده انا وانا ما بخلى يزول. يا اخي ما على كيفك يا اخي، يا اخي ما على كيفك، المساجد لله، الله انت زول قال لك كلام غلط تعال خليه يمرق، شيل الميكروفون قول لهم يا ناس زول لك كلامه ده اللي قاله غلط. ما القران واحد، في قران ثاني واحد، مش السنه واحده، قول لهم الكلام اللي قاله ده غلط، الايه كذا، الحديث كذا، كان الله يحب المحسنين. لكن المشكله اللي ورطت الناس قال ولكن اكثركم للحق كارهون، لانه اي زول عنده مصلحه، لاحظ عنده مصلحه بيكره الايه اللي خالفت مصلحته دي، وبيكره الحديث. مين ما تجيب لي الحديث طوال تلقى ململ، تقول النبي قال اذا سالت فاسال الله، تلقى بسوي كده. انت الحديث ده ما له سخن معك في شنو؟ هو ما عنده بياض ضده له، وفي بياض بياض يدفعوا له. يقول ابونا الشيخ المرة بالله المرة دار ترد، امسك هنا يا اخي دار ترد، وده اخصائي بتاع نسا وتوليد، انت مالك ماله دار ترد؟ ما تسال ربك يا اخي. لكن اي زول خالف الدين لمصلحه بيكره الجزئيه دي، عشان كده ربنا قال ولكن اكثركم للحق كارهون الى اخر الايات. ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا ديل قاعدين لديهم شنو؟ يكتبون، اكتبوا كل شيء. عموما الآيات دي شرحها يطول، إن شاء الله لو لقينا وقت ثاني نزيد فيها. واحد يبين قاعد ورا الخطبة شغالة، قال ما رقم على الصوفية، الخطبة شغالة وقاعد في الركن ده. هذه مشكلة والله. ما ناس ناس جهل، أنت قاعد شنو؟ جهل زول ركبوا له حاجات وباني على جهل. هسه انت لو جيت سالته ذاته قلت له نازل وعقيدتهم شنو وانت مباريهم ليه، وتلقى ما جايب خبر ذاته، نازل عندهم بلاوي وتلقى ما جايب لا خبر ذاته ولا عارفه. فعلى كل حال ده كله جهل، الله المستعان. السلام عليكم.